بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. كان عندي تفكر مع نفسي ان اي هدف اسجله ريان ماي لازم اعمل شابوه وتقدير رساله لوحيد خانوزيتش، لان انا كنت بتكلم ان وحيد خانوزيتش جايب ريان ماي عشان خاطر يسوقه، وان الموضوع موضوع تسويق لا اكثر ولا اقل. بس بصراحه بعد كل هدف وبعد كل اسيست وبعد كل ضربه جزاء اتحصل على ريان ماي، مضطر ان انا اسقف لك واقول لك عاش يا معلم على الموهبه العظيمه اللي انت اضفتها للمنتخب المغربي، عاش على الاكتشاف بتاعك. انا اسف يا عم وحيد لو كنت فاهمك غلط. اتمنى ان انت تروح تشوف لعيبه اقوياء جدا موجودين في اوروبا بيحملوا الجنسيه المغربيه وتروح تجيبهم زي ريان ماي، بس مش دلوقتي، مش دلوقتي. نخلص الماتشين بتاع كاس العالم ووقتها روح دور في اوروبا زي ما انت عايز. اهم حاجه دلوقتي ان استقر. كنت بتكلم انا بعد ماتش غانا الاستوائيه ان سيد وحيد خانوزيتش لازم يستقر على 25 30 لعيب يبقى دول قائمه المنتخب المغربي. وبصراحه الراجل فاجئني في ماتش السودان والنهارده قدام غينيا. الراجل بدا يفكر في حته ان احنا منتخب المغرب لازم يكون ليه عناصر واضحه وعناصر اساسيه وعناصر احتياطيه بتتنافس مع بعض على مراكز محدده جوه الملعب. عجبني قوي بصراحه وحيد خانوزيتش، بدا يفهم الفكره بتاعه ان انا مش محتاج اقعد اغير ما بين 50 لعيب على مكان فيه 11 لعيب، لا انا محتاج ان انا اضيق اختياراتي علشان خاطر ابدا يكون عندي عناصر منسجمه، ابدا يكون عندي عناصر لما احطها جوه الملعب كده الاقي فيه كور بتتلعب على الارض، ما الاقيش ان كل واحد بيجري وكل واحد رايح في اتجاه لوحده. ودي حاجه كان عندي فيها مشكله قبل الماتشين بتاع السودان وغينيا. ماتشين السودان وغينيا لا بدات اشوف ان المنتخب المغربي بدا يتغير، المنتخب المغربي بدا يركز على عناصر تكون موجوده جوه الملعب، حتى لو هيغير في اماكن بس الاماكن دي خلاص واحد هو اللي هيلعب بديل لاشرف حكيمي. اشرف حكيمي قعد بيلعب مكانه سفيان، بيغير الناحية التانية ادم مسينا بيلعب برضو مكانه سفيان الكرواني. في دلوقتي الف وب، واحد بيقعد التاني بينزل مكانه، ودلوقتي واحد لو قعد مثلا فلان التاني بينزل مكانه، وبنبقى عارفين الاسماء اللي هو عاش جدا والله عم وحيد. وبرضه بصراحه عجبتني حته ان انت بدات بالياس شاعر النهارده، اللي هو يا اخي ده كان طلب من زمان والله انك تدي الياس شاعر وعمران لوزه يكونوا موجودين في ملعب واحد، دي حاجه كنت بتمناها جدا. ايمن بركوك وسفيان مرابط، سفيان مرابط تحديدا بيأدي اداء مميز جدا في نص الملعب، وايمن بركوك وقدام طبعا ريان ماي و لعيب زي ايوب الكعكي. عجبتني ال 4-4-2 بصراحه، عجبتني جدا ال 4-4-2، اتكيفت جدا من ال 4-4-2 بتاعتك. حسيت ان اللعيبه بتاعتك في الاثنين هم مهاجمين سواء ريان ماي او ايوب الكعبي قادرين ان هم يدوا لك الاضافه اللي انت عايزها جوه الملعب. حسيت بيها بعد الهدف الاول، الهدف الاول ريان ماي سجله او قدر ان هو ياخد ضربه جزاء ويسجلها بنفسه، حسيت ان لا منتخب المغرب ليه شكل، منتخب المغرب بدا يكون ليه ملامح جوه الملعب، ودي حاجه عجبتني جدا بصراحه. المنتخب المغربي قدر يسجل هدف تاني الجميل جدا 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 عن طريق ريان ماي. قلت بس احنا محتاجين نقعد نعمل شابون هنا لحد الصبح لوحيد خانوزيتش. وبعدها الشوط بينتهي، سيد وحيد خانوزيتش كالعاده طبعا لازم يقرر ان هو يعمل تغييرات الشوط الثاني، لان خلاص الماتش بنسبه كبيره جدا انت خلصت الشوط الاول. فسيد وحيد خانوزيتش بيبدا التغييرات بتاعته بدري كده، فيصل فشل مكان عمران لوزة، بعد كده بيقرر ان هو محتاج يدي لسفيان بوفال مكان الياس شاعر، وبعدها اشرف بن شرقي مكان ريان مامي وزكريا ابو خليل مكان ايوب الكعبي، وان بتوين كده ريان مام بيعمل اسيست لايوب الكعبي عشان خاطر يسجل الهدف الثالث اللي هو يا ريان. برضو لازم ندي الشابو لوحيد خانوزيتش، ما انا قلت لك اي اسيست او اي جون او اي ضربه جزاء ريان ماي هيكون او ريان ماي هيكون السبب فيهم، لازم ادي لك الشابو والتحيه والتقدير. واتمنى المنتخب المغربي ان هو ربنا يكرمه ويقدر ان هو يوصل كاس عالم، واهم حاجه ان هو يبعد عن المنتخب المصري عشان احنا مش ناقصين سكورات. معلش يا جماعه احنا نخرج من منتخب اجنبي او نخرج من منتخب افريقي افضل لنا بكتير جدا من ان احنا نخرج من منتخب عربي. معلش يا ابن عروبتي ما نقعدش نخبط في بعض بقى. المهم يا اسطى لو عجبك هذا الفيديو فمن فضلك اعمل لايك، لو ما عجبكش فمن فضلك وانت بتعمل الديسلايك كده لا تشتم.